مصر النهاردة بنحلم لبكرة. عودة مع شيخنا الجميل صاحب الصوت الذهبي مشاري راشد العفاسي. نورنا مولانا. الله يحييك. والحقيقة كان نفسي أتكلم معك في قضية هوجة الفضائيات ومدى تأثيرها على المسائل الدينية. هل هي هوجة خطيرة أم أنت ترى أن خلال ده ظهر في نفس الوقت محطات دينية كثيرة جدا؟ يعني ما شاء الله عندنا يمكن أكثر من 20 محطة دينية. شايف حصل توازن ولا شايف أن الوضع يعني الفضائي خطر بالنسبة للمسائل الدينية؟ والله يعني هو كثرة القنوات الدينية يعكس التدين عند الناس أنه زاد وحب الناس الدين أنه زاد، لكن يجب أن يعكس أيضا يعني أدب الخلاف، يعني أدب الحوار. يعني مش عايزين نلزم يعني بعضنا في الأحكام اللي إحنا نعتقدها، مثل ما قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالإنسان عليه البلاغ، لكن النتائج دي على الله عز وجل. أما إرغام الناس ويعني أن نغصب الناس على شيء نعتقده، هذا يعني مش مطلوب شرعا. المطلوب هو الدعوة لما تعتقد. أنت تشير للتشدد في بعض المحطات؟ نعم. تشير لده مش كده؟ نعم. أن في بعض المحطات متشددة جدا. نعم. يعني تلقي أفكار مشددة التشدد. نعم، لكن يعني هذا كله فكر، يعني ممكن أن يناقش. لكن يعني غالب المحطات الدينية يعني على خير، يعني اللي أشوفه أنا أن غالب المحطات الدينية على خير. يعني نشوف أن نقدر نقول أن من خلال الفضائيات العربية الكثيرة دي أن دي حق إفادة دينية للناس. طبعا يعني طبعا. ما مش نقول أنها كانت مفسدة، ولكن لا بالعكس، في بعضها. مش بتكلم عن المحطات الدينية، أنا بتكلم أقصد محطات الدينية محطات مفسدة كثيرة جدا. طبعا أنت عارفها، ما بتشوفهاش بس عارفها. طبعا طبعا. يعني أنا أشوف أن حتى لو ظهرت يعني قنوات دينية متشددة، ده مش مشكلة. يعني أي إنسان يعتقد شيء ويثيره يعرض للنقاش ويثير النقاش الديني ويثير يعني الحوار الديني، وهذا شيء صحي. يعني البعض يرى أنه ممكن يبقى هذا شيء موجود من أيام الصحابة، يعني موجود موجود للأسف. بس الناس بتشوف، ممكن تقول ده بلبلة، ده اتجاهات كذا، ده اتجاهات كذا، اتجاهات كذا، اتجاهات فكرية معينة. يعني الإسلام بتقابله طول الوقت تيارات كثيرة جدا، فيها صراعات، فيها صراعات. أنا صراحة ضد التحزب وضد التفرق وضد يعني، لأن هذا يعني ما أمر الله عز وجل به. يعني الله عز وجل أمرنا بأن لا نتفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صحيح. فهذا ضد مقاصد الدين. الفرقة والتحزب، وكل إنسان يعني يتسمى بحزب معين، هذا يفرقنا ويعني يطمع أعدائنا فينا. تفكر ازاي تواجه، يعني احنا بنمر بازمات كثيره، وانا هقول رايي اشوفه فيني او ارفضه، انه المسلمين النهارده بعضهم متدين تدين شكلي لكنه مش جوهر، بدليل ان المجتمعات الاسلاميه مجتمعات فيها تخلف كتير، فيها فساد كتير، فيها رشاوى كتير، فيها يعني جرائم دينيه كثيره جدا، رغم ان الشكل العام يوحي انها متدينه جدا. مش بس الشكل العام، بس السلوك كمان. يعني انت بتقول مسجدك، المسجد الكبير في الكويت بيبقى فيه 200 ألف واحد بيصلوا، ومساجد كتيره جدا في الوطن العربي كلها بتصلي، ومع ذلك الوطن العربي لا ينهض، ما بيقومش. نعم. مع ان المفروض الناس دي لو متدينه تدين حقيقي كما قال الله وقال الرسول، نعم، نبقى في الدنيا تانية. والله شوف، يعني انا يعني بقول ان الناس الان والاسلام بيزيد ما ينقصش. فيجب ان ننظر الى يعني الامور بنظره ايجابيه. لما تنظر بنظره ايجابيه هتشوف ان بالعكس يعني زياده القنوات الدينيه دي يعني ايجابيه. خير. نعم. والاسلام تاريخه كله يزيد ما ينقص، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه والكتابة، أن يعني الإسلام هيدخل كل بيت. ف يعني أنا أنظر صراحة بنظرة إيجابية. أما نهضة الأمة يعني
يعني هذا شيء طبيعي ان احنا نشوف كل ميسر لما خلق له. في ناس الله فتح عليها في الصدقه، في ناس الله فتح عليها في قراءه القران، في ناس الله فتح عليه في الصلاه، في ناس الله فتح عليه في ان يكون افضل محاور. الله يخليك. في ناس فتح عليها في المعاملات، نعم، في الاخلاق، نعم، في الخلق. فالانسان يجب ان يستغل اي موهبه فيه لخدمه دينه ولخدمه بلده طبعا. كل حال احنا عندنا تقرير، لانك انت اول حفله تعملها في القاهره كانت امبارح. اي نعم، حفله كبيره، كانت حفله جميله جدا جدا، وكان الاقبال عليها رغم ان الاعلانات ما كانتش قد كده، لكن الاقبال كان ضخم جدا جدا. اسمح لنا نعرض تقرير منها ونرجع. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله. هو اكيد مشاري رشد من الشخصيات الاسلاميه اللي الناس كلها في مصر على ما اعتقد بتحاول ان هي تتابعها او تسمع الادعيه بتاعته او تسمع القران بصوته، فعشان كده النهارده حاولنا نيجي النهارده ونشوفه باذن الله يكون يوم كويس باذن الله. هو ليه اناشيد بتحفز الشباب ان هم يبعدوا عن المخدرات، وان هم كمان فكره الارهاب، ان هم برضو لو طفل من صغره نشا على النشيد ده او فهمه وهو صغير هيفهم يعني ايه ارهاب ويعني ايه سلام. كان في لي دعاء اغيب وذل الطائف لا يغيب، جميل. واول ما عرفت ان هو نازل في الحفل النهارده قلت اجيب الاسره وجينا نستمتع معاه. ما شاء الله بيغني للوطن وبيغني للاتحاد وبيغني للام وبيغني للطفل وبيغني حاجات كتير ما شاء الله بتشمل الاسره والمجتمع. انا عشان هو اول مره يجي هنا في مصر وما كنتش ممكن يكون العدد ده موجود، بس بسم الله ما شاء الله انا شفت عدد كبير جدا. انا بحب اي حاجه هو بيقولها لان هو صوت سماوي جميل، يعني ربنا فتح عليه كده، فأنا بحبه في سواء في الإنشاد سواء في قراءة القرآن. فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها. كل يعني أولها أصلا لو يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر، يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر. هذا الجزء بيأثر فيه لسبب، لأن بيحسسني أمانة، يعني بالأمانة بيحسسني بقيمة الأم وبحنان الأم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله.